واحد بيقول تعرض احد الخدام لهذه الحالات من الاحوال الشخصية اثناء خدمة الافتكار ولا يعرف التصرف فيها. الحالة الاولى، في احدى إبارشيات الوجه البحري يوجد شخص ارمل ثم تزوج اخرى، وبعد فترة ليست قليلة اقام عليه دعوة طلاق، فجاءت الزوجة امام القاضي وقالت اني متمسكة بزوجي مع العلم ان معاملته سيئة جدا التي عملها معه. يبقى هذه الزوجة اكثر تدينا من زوجها، والطلاق ده مش هينفعه بحاجة، يعني حتى لو المحكمة حكمته بالطلاق لا نستطيع ان نصرح له بالزواج. بيقول الحالة الثانية، هناك ارملة حوالي عمرها 30 سنة مات زوجها وترك لها طفلين صغيرين وتطلب الزواج باخر، مع العلم انه لو تم هذا الزواج سيسبب مشاكل عائلية فظيعة، حيث انه لم تتم السنة بعد موت زوجها وهناك اسباب اخرى. لما هي تتجوز احسن ما تمشي في الخطية، فمن حقها انها تتجوز، لكن ممكن تخلي الزواج بعد السنة يعني وتبقى الحكاية انتهت. لو مرات 30 سنة يعني لسه صغيرة. الحالة الثالثة، بقول هناك أرملة صغيرة في السن ولديها طفلان وأمها توفيت، فقامت برفع دعوى نفقة على والد زوجها المتوفى، وحصلت على حكم بإلزام الكاتب النفقة. هل يوجد أحكام نفقة في المسيحية على الزوج سواء كان ميتا أو حيا؟ هو مفروض أن ينفق عليها وعلى أولادها، ده مفروض يعني من غير ما يقال ان في حكم ولا ما فيش حكم، لكن هو ملزم كزوج انه يصرف على زوجته وعلى عياله. اذا مات ممكن ابوه يقوم بالحكايه دي، يعني فعلا لها حق. امال مين اللي هيربي العيال ويصرف عليهم؟